السلام عليكم. اليوم ان شاء الله جيناكم بواحد لو غاتو امريكان اللي هي ريد فيلفيت. هاد لو غاتو امريكان ماشي كسائل لي غاتو، هادي شي شويه ديفيرون. واحد الغاتو اللي هي كتكون حمراء معروفه عند بزاف الشباب ياك. وي واخا انا حنا في المغرب ما معروفه شي بزاف، ولكن عند لي زاميريكا معروفه وعند الدراري دابا هاد لي جولي طالعين دابا. وانا بالمناسبه عندي واحد لانيفيرسيتي ديال بنتي وعزيزه عليهم هاد لو غاتو، داكشي علاش بغيت نتقاسمها معاكم وغادي نصوبوها ان شاء الله. نشاركوها معنا وتعجبكم، تشاركوها معنا ونتمنوا تعجبكم. غير هي غريبه في لا روسيتي ديالها شيئا ما، غادي تجيكم شي شويه غريبه لانه هادي كتصوب بالريب او باللبن. كتصوب باللبن وحنا هاد اللبن غادي نصوبو حنا دابا. خدينا الحليب تنكبو عليه الحامض. هاهو اول حاجه كنبداو بها ياك. تماما هادي هي الاولى، علاش؟ باش كنخليه كياخذ الوقت ديالو باش كيروب تيولي مكبت يروب لينا. غادي نخليه ابا وغادي ناخذو البيض. البيض اللي هنايا غادي نكبوه. هاد الكاطو المكونات ديالها راه موجوده عندنا في الدار، ماشي شي واخا هي طريقه سكر مختلفه. ونفس الوقت غادي نديرو صباغه، صباغه حمراء. الصباغه حمراء غادي نديرها مع البيض باش تحل ليا مزيان بلا ما ندير معاها الماء. ورا نحاول الصباغه نحطها في الوسط باش ما تلصقش ليا في الجناب ديال لاباسين. دابا غادي نديرو امارشي الماكينه حتى يطلع هذا البيض عاد باش نخلطو هاد العناصر. بالنسبه للبسكويت ديالنا راه طلع لي زوين طلع، غادي نحيدو من الماكينه. هانتوما شفتو لا كولور ديالو، طلع حمراء. ومع غادي نزيدو معاه حتى البودر دو كاكاو. دابا هادي لافارين غادي نديرو معاها البودر دو كاكاو، غادي نديرو معاها الخميرة. حيت حنا هاد البودر كاكاو خصو يتغرب لما يبقاوش دوك لي غران مع في لاباراي ديالنا. ضروري ضروري نغربلوهم حسن. هاد الفاني كنديرو هنايا مع الليكيد، مع هاد هنا درنا البيكربونات نص معلقه ديال الكافي. ولا ما لقيتوش هاد البيكربونات ديروا جوج ديال الخميرات، وليد وحده ديروا جوج. خريصه ديال الملحه، هاد الملحه نديروها هنا مع الليكيد. شتو فوالا بون تميزيو هاد لافارين. فوالا دابا عندنا هاد الحليب اللي خلطنا معاه، الحليب اللي خلطنا معاه الحامض باش كيولي رائع اللبن. ها هو قصح، غادي نزيدو عليه الزبده. الزبده دايبه فهمتي. هاهو تيولي الزبده عزبه تيولي تقل كثر. غادي نخلطهم في الماكينه، نتابعو مزيان لهاد المراحل. الزبده مع الزبده وهذاك الحليب والحامض غادي نخلطهم هنايا، نخويهم عاد غادي ناخذ لافارين ديالي مع البودر كاكا والخميره. كاع العناصر دابا مجموعه هنايا. نخلطهم غير بشويه باش ما تطيحش ليا لاباراي.
هاد الليمون هذا اللي غادي نديرو ها هو ما غديتوش لكم نجيب لكم الليمون اللي غادي نزيد فيه. هاد الليمون اللي درنا ها هو هذا ديال 6 ديال السنتيم على 20 سنتيم، هو خصو يكون عالي اكثر من هكا. انا زدت البابي عليتو وبالتالي زدت ليه السلوفان من التحت باش كندير الاحتياط باش لاباري ما تخش ليا من التحت. وهو هو هاد هاد لو بسكويت خصو يكون عالي مزيان ماشي حاجه. هاد هاد لو غاتو كتعرفو لي غاتو امريكان تيكونو عاليه. شفتو لا كولور بلاك لي تخلطات مع البودر كاكاو عطا واحد لا كولور بوردو زويزه نخلطها مزيان باش يكونوا لا لي غران لا والو. فوالا دابا نقلبو حنايا ان شاء الله المكنة الخضار ورا هز الزيت. حنا دخلنا معكم في لي غاطو امريكان، ولي غاطو امريكان راه فيهم بزاف ما فيهمش يعني، ان شاء الله غادي كل مره نديرو معكم ريسيت من لي غاطو امريكان. حنا اول غاطو غادي نشاركوه اول مره تمام لي زابوني ديالنا ومع الناس ان شاء الله، ونتمنوا يعجبكم هذا الشكل اللي درنا لكم. راه المكونات ديالو سهله ماشي شي حاجه اللي ما تلقاوهاش في الدار، والنتيجه حتى هي غادي تجي رائعه ان شاء الله. بالنسبه للفران كنديروه هو في 170، ولكن ملي غادي ندخل البسكوي ديالنا غادي يهبط ل 150. علاش 150؟ باش يطيب على راحته. البسكوي اللي هو رقيق كنطيبوه حتى ل 180. دابا انا كنزل الفران هو غادي ننزل عليه الفران دابا غادي نخلوه من بعد نرجعو بون ها هي البسكويت ديالنا هي طابات دات شحال لبنا ساعه وربع في الفران كتاخذ شويه الوقت بحال حكيتاش مع عاليه وفيها الحليب والزبده وكطيب على 150 يعني غير هي كتجي لوكو فيها عجيب. هانتوما دابا هادي غادي نحيد ليها السيركل ديالها غادي نخليوها حتى تبرد ياك. دابا غادي نحيدو غير السيركل، لاحظتي باش هاد السيركل غادي يخليها عندنا سخونة، حنا خصنا نحيدوه. فوالا غير ما باش نعطي واحد الثانيه هاد هاد لي غاتو دابا راه خصنا نحيدو حتى البابي التحتاني باش تعطي ديريكت. نحيدو البابي ونحيدو السلوفان حتى هو اللي كاين. السلوفان ماشي مشكل هذاك باش نحيدو البابي. فوالا السلوفان تيتحيد راسو تيتحيد السلوفان. دابا نخليوها حتى تبرد. السلام عليكم. فوالا لو بسكوي ديال ريد فيلفيت ها هو كبرد، مع ملي وجدنا خلينا حتى برد على راحتو. غادي نوجدو ليه لاكريم ديالو، لاكريم ديالو غادي نديرو هاد الطلع. اشنو لاكريم ديالو؟ اباز دو فخوماج كنديرو لاكريم فخيش هادي ديال الطلو، هادي سكري انا عندي. الا كانت عندكم نتوما مسوسة تزيدو لها 50 غرام السكر. هادي جبلي عندي فيلا ديال فيا، عندي فيلا انا درت داكشي اللي في الدار، فيلا ديال فيا دانون مسوس، هو خص يكون دانون فاني حلو. انا هادشي اللي عندي في الدار باش ما نخرجش نمشي نقلب عليه، درت هذا اللي عندي. فيلا ديال فيا عندي واحد نص بواطا هي درتها. نتوما يمكن لكم تغيروا في الفرماج ديروا نوع اخر الفرماج الا بغيتوا اللي كيطلع، ماشي ضروري هادشي اللي درت انا هنايا. واش يقدر يديروا الماسكاربون؟ غير هي لاكريم تبقى ديما حيت لاكريم هي اللي كتشد لي فخوماج في الطلوع.
المهم يكون عندنا غير نفس المقدار ديال فوالا نفس المقادير. دابا كتعرفوا هذا الجبلي كتكون فيه 200 غرام غادي نديرو كله. حنا دابا راه ما بغيناش نخرجو من الدار، درنا المكونات اللي عندنا في الدار تبقى في دارك وصفة توصلك لدارك. تماما، انا ما غاديش نبقاو نقلبو، راه هو راه حدا انا لي سوبر مارشي ولكن ما نمشوش ليهم. انا فيلادلفيا هادي غير النص ديال فيلادلفيا اللي عندي هي اللي درت. المهم المقادير راه غادي يكونوا في صندوق الوصف ان شاء الله. نورمالمون الشيف كيدير دانون فاني سكري ولكن ما بقاش عندي في الدار، درنا هذا السوس. وليكن في علمكم هذه الحلوه راه ما كتكونش حلوه بزاف حيت اباز دو فرماج، اباز دو فرماج سافو دير سكري سالي، يعني راه ما كتكونش طرو سكري ولا حتى لي بسكوي ديالها ماشي سكري بزاف ولكن رائعه على كريم. كلشي على فوا، كما قلت لكم الا جاب الله عندكم دانون سوس دي ولا لا كريم سوسا كتزيدوا واحد شويه ديال السكر، واحد 50 غرام سكر كلاسي ولا سكر سوبول. فوالا دابا غادي نديرو هاد لا كريم ديالنا ديال الفرماج طلع. بسم الله فوالا شويه ديال الفاني، ولا كندير واحد شويه الفاني. الفاني تقدروا ديروا الفاني هذا ليكيد، انا عندي هذا ليكيد كنديروا، تقدروا ديروا فاني ساشي، اي فاني اي فاني عندكم تقدروا ديروا. حتى داك لاغوم دو فاني اللي كيكون بيض حتى هو ممكن. بسم الله. بالنسبه للكريمه هي طلعت غير هاد الكريمه هادي من التاع، غادي تذوقوها هاد كلها كي تيبغي الحلاوه ديالو، غادي تذوقوها تشوفوا الحلاوه. وماشي قبيله قلت لكم السكر سمول، ماشي السكر سمول، السكر كلاصي. انا بعض المرات راه كنصدى كتفقدني مدام السكر كلاصي، حيت السكر سمول اللي درنا غادي يبقى كوستيون فوسط الكريم، لهذا نديرو السكر كلاصي وغير شويه. نتوما على حسب كل واحد الحلاوه كي تيبغي. هنا هاد الكريم ها هياك واقفه مزيان فوالا، وراه كتكون واحد لوكو عجيب مع كديرو فيها الفرق. واش درتو الا قويتو لي فخوماج مثلا في لافيفيا، درتو جبلي، درتو تقدرو تخلطو مع حتى الماسكابون وحده وحده، تقدروا تحيدوا دانو ما ديروش الا درتو لي فرماج بزاف. ولكن كما قلت لكم لا كريم ضروريه، حنا حاولت تكون شي كريم مزيانه. بون دابا هاد لي بسكوي ديالنا غادي نقطعوه من الاول، تنقادو ليه هاد الفوقي ديالو هو الاول. بسم الله، راه هي كتكون رطبه غير الفوقي مع تبارك الله ساعات الما كانوا في الفران. هاد الكاطو ما غادي يضيع فيها والو، ماشي غادي تستعملو. هاد المرسو هذا غادي نخليوه، اللي غادي نستعملو هادي غادي نقسموها على ثلاثة. بالنسبة لكم إلا بتقسموا على ثلاثة هي حقيقة كتكون شوية صعيبة، غادي غيتحاولوا. وانا انا درت هاد السيبور باش تجيني شويه عاية على حساب التصوير باش تشوفوا مزيان نتوما الفيديو يبان لكم مزيان. وانا هنا كنبقى غادي وكندورها فوالا باش تجيني تقطيعه مقاده، لاحقيتاش هادي الجناب ديالها فوالا الجناب ديالها ما تيتماسكاوش كيبقاو عريانين. انا نحاول باش نجيب تقطيعه مقاده. دابا حتى درتي بها كامله، درت بها كامله عاد قطعت المرسو فوالا. هنا غنزيد المرسو الثاني، غادي نقسمها على ثلاثة فوالا، على ثلاثة. دابا هذا نقسمو على جوج،
تزوج باش شفتوا الطريقه ديال الشيف غادي تتبعوها غادي تقطعوا لي مورسو ديالكم يكونوا مقادين فوالا المورسو ديالنا دابا هو القاد عندنا السيرو السيرو دو باز ها هو هاد السيرو ديما خصو يكون عندكم الا كديروا لي كاطو هاد السيرو هو لا باز كتكون ايترو ديال الماء ها هو ايترو ديال الماء و 700 غرام ديال السكر اون فوا يجي بالغليه صافي كنحيدوه ومن بعد كتخليوه عندكم في الثلاجه قسم ما بغيتي تروزو شي كاطو كات فوالا اي ما روزوش بزاف حيت لو بيسكوي الا ديجا ورطب غير السيرو تيعاود ثاني ياتي روزي الحلوه ضروري باش ما تكونش بالنسبه لهاد لي بيسكوي اللي غادي نديرو هذا راه غادي نستعملوه مازال بالنسبه لهاد لي بيسكوي خصنا نروزيهم جوج جوي نروزيهم من هنا ومن هنا راه تحتاجش البيسكوي شويه عالي هنا هاد لا ست اسبوعين ما ضروري نديرو بهاد الطريقه باش ما يجيكمش البيسكوي ناشف حنا الكاطو كنبغيو راه عاد ملي ندوروه نعاودو نروزيوه غير هي باش تعرفو هاد البيسكوي ديالها راه ماشي بحال لي بيسكوي عادي ديال الحلاوي هاد البيسكوي شويه شاد راسو بون على كريم اللي عندنا هي غادي نديرو غادي نديروها بالبوش باش تجينا بيان فيني واللي ما عندوش يدير ما عندكش البوش تقدر دير ديريكت دير لاكريم صغير واخا شاد الميكا ديرو خمسة د الميكا تكون مزيانة ديرو فيها تكون واقفة شوية ما تكونش تضرب بزاف دابا على حسب هاد الظروف بلا ما يدخل الواحد يقلب على شي حاجة يقدر داكشي اللي عندو خدام حنا حيت عندنا هاد لانيفرسير حاولنا نديرو داكشي اللي عندنا في الدار درنا عند الكاطو في نفس الوقت هو كيعجبهم وفي نفس الوقت كيصادم فوالا وهاد كما قلت لكم هاد ريد فيلفيت هي ممكن نديرو حنا بهاد الفرماج صون فخوي مي حنا بينا نحلقو عليها شويه بالفخوي درنا الفروي اللي كاين في الدار الفريز راه كتعرفو دابا لا سيزون ديال الفريز فرومبواز راه حتى هو موجود داكشي اللي عندنا شويه شويه من الحاجه هادو الا كانوا عندكم هاد الفرومبواز والميرتي مزيان ما كانش ندير غير الفريز بوحدو ما كاينش الفريز تقدر ما كاين فريز ديرو هاكا الفرماج راه كتجي مخيب فوالا هنايا هنا كندير هاد لي غوزاز هكا باش كيبانو من الجناب ديال لو كاطو نوري هنا كنقاد فوالا كتكون شويه كريم شويه فوالا شويه ديال الفروي الفروي ماشي ضروري يبان من الجناب حتى التقطع عادي يبان باش نخليو هذا المنظر ديال الجناب يبقى بجد زعما انت في نفس الوقت كتكونتي الكاطو وكديكوري تماما سكا الفرومواز جات فكره سهله دغيا ما كاين ما يوحلوش مع الديكوراسيون من بعد او ثانيا انا ما نمونطيهاش في شي مول كنمونطيها ديريكت بلا اطار هذه مساله سهله فوالا كنتمنى الناس يجربوها راه كتقدر تصوبها في نفس النهار وتاكلها في نفس إذا ما كاينينش لي فخوي غوج واش نقدروا نديروا كيوي ولا لورانج هذا الميرتي انا غادي نقسمو شويه حيت غليظ هذا ما نديروش مع الا كان غليظ شويه يديرونجي المونتاج ديال الكاطو نقسمو على جوج ما
باش يجي في الا كان صغير نقدر نخليوه ياك الا كان صغير نخليه فوالا هذه اللي مروزيه مجوجوه نحطها ديريكت مقاده شويه عليكم ما نمركوش على الحلوه نحطو ونحيد صافي باش هيا عندنا بقى مروزيه من جوجوه بسم الله هذه اللي عندكم نتوما نيت دابا شي انيفرسير في الدار ديال الوليده ولا المراه ولا مول الدار صوبوها سهله ما فيهاش شي تكلفه صوبها نهار ونهار نهار ونهار دخلوها غير الثلاجه تشد راسها شي شويه صافي وقطعوا اون بليس هذه ما فيها جيلاتين نو سون جيلاتين بالنسبه للناس اللي ما كيبغوش جيلاتين سون جيلاتين كاتو سون جيلاتين فوالا شويه ديال الفريز نعاودو نفس ليتاب كوم ان ديسير من بعد الماكله هذاك واو كوم ان ديسير خيره من بعد ان شاء الله ماشي غير الظروف ماشي غير لانيفرسير هادشي نصوبها هنايا الديسير لوليدات مورا الغدا ولا مورا العشاء وان شاء الله يدخل علينا رمضان بالصحه والسلامه يا رمضان قريب تيبغي الشهيوات وهذه زيت ديافو ان شاء الله يدوز هاد الظروف ويديروا كوم ان ديسير ديافو ان شاء الله وزيد على ذلك هذه ماشي مكلفه يعني انا بنت لي حتى في الوقت ديالها راه ما يلا كتشد الوقت في الطياب صافي الطياب ديالها تيشد شي شويه فوالا انا نزل هذه البسكويت ديال الرز والتوب مجوجوي الشاف راه كيتكيس حتى على الفروي كيدير غير القياس ماشي القياس باش يبقى ما نديرو حوايج نديرو به حاجه اخرى راه متبوعين دابا حيت كندير لكم دابا هاد الحصص راه خصني نزقر مع السلعه باش نكمل هاد المده هنايا باش نزيد واحد شويه ديال الكريم باش هاد لي بيسكوي يشد ديال فوق الكريم ماشي تشوف بالفروي غير شويه هكا فوالا جاك الكارتو دابا كيبدا يبان المنظر ديالو فوالا صافي دابا هنا هذا كما قلت لكم هذا لي بيسكوي هذا لي شاطلينا لي باش قدينا من الفوق غادي نجيبو واحد لارا حاجه ما نضيعوه لارا برا كلكم عندكم لارا نديرو الرقيقه ناخذو مرسو من هاد لي بيسكوي تربى ولا يطحن حتى ربي ولا طحنوه المهم سمحوا لينا على هذا صلاة حنا راه كنخدموا معكم تلقائيين كناخذوا بعفويه كناخذوا هذاك الشيء اللي تربى ليا في الوسط هذا حيده غادي نستعملوه مازال الا بغينا اييه نستعملكم دي بوب كيك وتغطسوا في الشوكولاته يداروا الوليدات ما تضيعوا حتى شي حاجه فوالا دابا هنايا غادي يبقى لينا لا فينيسيون دو كارتو لكن يسوا غادي نبقاو في دوك لي روزوز نيت اللي درنا من الجناب هاكا مقادين
هذا المقعد اللي عطاكم الشيف كيجي الحد في القد. حنا البرانسيب عندنا المبدا ان ما تضيعوش في هذه الظروف كل شيء، ما يشيتش لكم لا بيسكوي ولا لا كريم ولا حتى شي حاجه. الواحد يخدم خدمه احترافيه. هنا انا ما بغيتش نسبق لا كريم لداخل، بالتنحيه ديال الجناب هما اللي نديكوري ليا الكاطو معنا لداخل، ماشي مشكل. فوالا هنا هاد البسكوي اللي حشينا كندوزو غير بشويه فهاد الجناب. دابا لا فينيسيون الحال. شويه خفيف ما كثرش بزاف صافي. غادي ناخذ لي فريز فوالا الديكور تيبقى عليكم نتوما تشوف كيما بغيتي ديكوري. غادي نكتب فيها جويز انيفيرسير ولا لا؟ هاديك غادي نكتبوها لا حنا راه كنشاركو معكم لانيفيرسير ديال بنتي وحاولنا نديرو الكاطو اقتصادي وما فكرناش في هاد الكاطو جات تلقائية. انا اللي قلنا لكم احنا كنخدمو بعفوية بحال الا نتوما معنا في الدار ولا احنا معكم في الدار. وكنظن كاينين بزاف ديال الناس اللي كاين عندهم لي زانيفيرسير في هاد الظروف وما خصهمش يحرموا وليداتهم من الفرحه ديالهم. نصوبوا لهم ان كاطو سامبل ونفرحوهم ونكونوا متفائلين. من نجيبو الفرامبواز، نديرو شي فرامبوازات، واخا انا هاد الفرامبواز راه كونجلي، مع الميرتي، انا هادشي عندي كونجلي، الفرامبواز ولا الميرتي، صوف الفريز هو اللي ماشي كونجلي، الفريز دابا موجود تيدورو في الحومة، حنا داكشي اللي موجود عندنا في الدار حنا خدمنا بيه. انتوما لو كاطو ديالكم هو مونتي ومديكوري في نفس الوقت وربحتو الوقت وحضرتو واحد الحاجه اللي بنينه وزوينه تفرحوا بها العائله الصغيره ديالكم. وان شاء الله في رمضان ولا مورا رمضان باش تستقبلوا الضياف ديالكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنصحكم تجربوها وتردوا عليا الخبر. ندير واحد المرسو ديال النعناع في الوسط فوالا واحد شويه ديال الخضوره كتعطي المنظر. واحد شويه ديال المنظر. غادي نجيب واحد شي عصيت الشاف غادي يتقاسم معكم حتى لا بريزونطاسيون. تكملوا معنا الفيديو. ما تنساوش تشاركوا معنا، بارطاجيوها مع اصحابكم عائله لتعم الفائده والناس يستافدوا كاملين. وما تنساوش الجيم وتنقرو على الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. فوالا في الدريساج نحطوها حتى في الهزه ديالها راه ساهله. معنا ونحاولو حتى هاد هذا في اللي راه فينا الماسيات ديالك. نجيبوها شويه من الوسط غادي هاد سميتو نحاول نديرو هنايا في تا
تعطي هذاك الغابي ديال ريد فيلفيت. ايه وبالصحة والراحة. يلا بالصحة والراحة، ما تنسوش تجربوها وتردوا عليا الخبر. يلا السلام عليكم.